يعطيك العافية. كيفك؟ إن شاء الله بخير. أي لونها حمراء ما؟ موديل؟ دي 93. 93 إيه هاي هي. إس آي. إيه وهديك إس آي. أنا لي أخ أخذ سيارة من صاحبه. ويعني شطب له إياها. شطبه إيه؟ شطبها. يعني خربت. خبطها يعني. خبطها وانتزعت خلاص. فبدي هلا اخذ له وحده انا لرفيقه تحت. هو لانه يعني اخذها سرقه. بالسرقه اخذها. اخذها سرقه زي بقى؟ سرقها من رفيقه. صار اخوك انت؟ ايه سرقها من. وهلا هو موقف يعني موجود بال ابو زعبل. عاوز اخذ له. ماشي تحت امر. تحت امر. ايه وهن موجودين هنيك على باب السجن يعني اصحاب السيارة. العربية الثانية يعني؟ لا لا هذيك راحت خلص. شطبي. فبدنا ناخذ هي هلا على ابو زعبل سيارة. نروح نعطيهم اياها ومشان يطلع اخوي. ممكن. وين مفتيحها؟ موجود. يلا نمشي انا وياه. طيب وفلوسها فين؟ هنيك بابو زعبل. فلوسها؟ ايه. فلوسها فين؟ بابو زعبل. اجيب الفلوس هنا ولا لا؟ هنيك بنقبضهم ما في مشكلة. ايه؟ هنيك بعطيك مصاري. طيب وماشي تعال تعال تفضل. ايه بس تعين فيها يلا. مفتوحة؟ مفتوحة؟ يا معلم تعال احكي لك. تعال شوي. إذا ما معك مفتاح أنا معي مفتاح بيفتح على أكثر من سيارة. طب موجود معك دلوقتي؟ موجود معي. هلا بيجي أخوي الصغير كمان بيجيب لي إياه. أنا ما توقعت إنه أنتوا قلكم هدول. طب معك مفتاح يعني؟ ليس عم بتسكروا. معك مفتاح؟ ايه بيفتح على اكثر من سياره. طب ما تجيبه هات. واذا اذا بيفتح الغطا بيمشي الحال يعني بحسن. اي ساعه بتسكره؟ اي ساعه بتروح؟ قبل ما بروح قاعدين على طول ليل نهار. ما بتتركوها بالليل السياره؟ لا. لا. طيب جيب مفتاحها. مش انت معك مفتاح؟ ما ليش لا بيعذب شوي. انا عندي كل الانواع. قال لي هي السيارة بدك ياها بكرة بجيب لك ياها. بس بدون ورق. لا طب ورق ازاي بدون ورق اعمل بيها ايه؟ خلاص انت اخدها اركبها يوم وبعدين اعمل بيها ايه؟ بيعها بنفس الطريقة. لا ما فيش حد يشتريها. بس بتبدل لها ازازة لانه انا بدي اكسره. صباح الخير. بلاش لازمة خلاص. مو هالشغلة الفظيعة ولا ايه ولا تاخدها ببلاش. ندفع لك عليها فلوس ما تاخدهاش. هات المفتاح يلا. 80 دي تخلص 60 ليه؟ ها بتتكلم عليها دي هوك. طب نتفرج عليها. ايه وين المفتاح؟ مفتاح ايه؟ هاي السيارة. هي بس اخوها يا ابو زعبل كان خد عربية من واحد يعني وخبطها. سرقة يعني. سرقة اخوي. وبعدين بدي نجيب بداله للجماعه اصحابها. فين اصحابها؟ موجودين بابو زعبل مشان نطلعه لاخوي. يعني عايز ياخد يديهم دي وديها السجن يعني. ايه هو فلوسك معاه هناك مش هيها يعني. نشتريها يعني ولا نشتريها؟ فين فلوس؟ نشتريها هنا. موجودين هناك بابو زعبل. يعني عايز يروح ابو زعبل؟ ايه وديها ابو زعبل. نشتريها يا عم على الترابيزه. انا ما مهم شو بدك يعني. معك بطاقه؟ بطاقتي بالبيت. مظبوط بالبيت. امال ازاي بقى تاخد عربيه وتطلع بيها؟ خلاص على الثقه. لا هو بقول معاه مفتاح بيفتح عربيتكم يعني. انا عندي مفتاح بيفتح اكثر من عربيه. فينه؟ موجود معي بالبيت كمان. فين البيت؟ هون قريب. تعال شوف. لا معلش مو مشكله. لا يعني نتكلم عشان ادي لك العربيه تستلمها. انت هات المفتاح وخلينا نمشي هلا. ما في مجال ما في وقت. تروح فين؟ تاخذها انت تجيب الفلوس بعدين؟ بيروح معي واحد بيضل هنيك. خذها لوحدك وروح هات الفلوس بعدين. ايه ها لا بس جيب لي المفتاح له. ما بالاقرار. لا ما بدي ما بوقع على شيء انا. ولا عايز تاخذها جنسيتك انت يا اخ. هيك هيك جنسيتك ايه؟ انا؟ اساسي مغترب شيكاغو عايش. طب احنا ما عندناش عربيه. هي نفس النوع اللي بدي اياه. ليش ما تاخذها ازاي من غير مغترب؟ اي ساعه بتسكروا انتوا؟ احنا؟ ايه بسأل. مسكرش انا 24 ساعة. بضل مين صاحي يعني؟ ليه؟ ما استفدنا. سرقة يعني؟ لا مو سرقة. ليش سرقة؟
تسرقها بالليل؟ بعطيكم حقها انا، مو مشكله. طب فين حقها؟ ابو زعبل. زعبل مين؟ ان هو عايز يجي ياخدها بالليل بعد ما احنا نقفل الصبح يجي يجيب فلوسها. ايه ايه الصبح مظبوط كده. شفت السجارة يا محمد؟ الكاميرا خفيه. السجارة يا محمد؟ ايه الثقه دي يعني؟ ما في غلط ده. خدها ما في. هات مفتاح. هات دي بقى الكاميرا الخفيه. تضحك ولد معذور وانت اللي في طبعك، عيني وعلى راسي، عيني وعلى راسي يا القاعد ببيتك، بكره عليك الدور يا القاعد ببيتك، بكره عليك الدور لو الكاميرا لقيتك تشعر باحساسي، تشعر باحساسي.